مساء الخير لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا عبر شاشة قناة سما الفضائية بحلقة جديدة من برنامج دوز الطبي اللي رح نتناول من خلاله أهم الدراسات والأبحاث الطبية، بالإضافة لحديثنا عن الأمراض الشائعة وأسبابها وطرق علاجها مع أبرز وأفضل الأطباء المتخصصين بهالمجال. ومن أكثر الأمراض والأسئلة الشائعة بهالفترة هي الفحوصات الطبية. مساء الخير دكتورة فرح، كيفك اليوم؟ تمام. وأكيد الإجراءات الصحيحة واللازمة مهمة لنقدر نكشف مرض معين أو حتى نتنبأ بوجود مرض، وأكيد اليوم راح نكون معكم لنقدر نجمع حصيلة طبية مهمة. ومثل ما عودناكم دائما ببداية كل حلقة بنقدم معلومة جديدة، لهيك معلومتنا هي تطور مجال الطب بشريحة أو تطور مجال الطب بشريحة تنزرع بدماغ الإنسان لأول مرة، ومن الممكن تساعد الأعمى على البصر وتساعد مرض الشلل الرباعي على التحرك، وأطلع عليها اسم شريحة التخاطر بإمكان التحكم فيها عن طريق الموبايل أو حتى الكمبيوتر. حلو رأيك دكتورة بهالاختراع الجديد؟ لا حلو كتير، إن شاء الله هيك لقدام يكون في اختراعات تانية بتساعد البشرية لحتى نحن ننشفى من كل الأمراض اللي ما عم نلاقي لها علاج. آمين يا رب. وهلأ خلونا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. ما هي أضرار تشخيص الأمراض عبر الإنترنت؟ أهمية التحاليل الجينية في العلوم الطبية. علمياً، ذكاء الأطفال مكتسب أم وراثي من الأم؟ وختاماً، ما أسباب العيوب الخلقية بالمسالك البولية عند الأطفال؟ معظم الأشخاص لما بيشعروا بأي عرض صحي فوراً بيكونوا اتجهوا للموبايل وبحثوا عنه، يعني جوجلت عبر الإنترنت، وللأسف بيصدقوا كل النتائج اللي بتطلع. وطبعاً هالشي لازم نتجنبه لأنه كتار إلو زاد وصار في مضاعفات كتير وأثرت على نفسيتهم، لأنه التشخيص على الإنترنت أكيد هو غلط. لنعرف أضرار التشخيص عبر الإنترنت خلونا نتابع التقرير. بعد ما صارت زيارة الطبيب مكلفة جداً، صار التشخيص الأسرع والأدق بالنسبة لمعظم الناس هو الإنترنت، كونه بيقود لمئات النتائج من مصادر مختلفة وصور متنوعة وتجارب مماثلة أيضاً. وبهي الحالة بيستعجل المريض لمعرفة تشخيصه بسبب خوفه وقلقه، فبيفضل أسرع الطرق وأقربها. من المخاطر السلبية للتشخيص عن بعد هو الوهم الإلكتروني، وبحسب الكثير من الأطباء التشخيص بيختلف وفق حالة المريض وظروفه وسجله الطبي، والنصائح الطبية عبر الإنترنت بتكون عامة ويمكن ما تناسب كل السائلين، فالحلول ما بتتساوى بمجرد تشابه الأعراض، وهذا بيؤدي لوقوع السائل بشباك الوهم الإلكتروني. ورغم أنه مرضه ممكن يكون بسيط جداً، إلا أنه بينصاب بالقلق والتوتر وبتقمص نفسياً المرض يلي قرأ عنه. واللجوء للإنترنت حصراً بيأخر التشخيص، لأنه المريض بيتطمن فبيأجل زيارة الطبيب أو يمكن يشخص خطأ. فالمعلومات والمصادر على الشبكة ليست دقيقة وموثوقة دائماً، وحتى بعض الدراسات الطبية عبر الإنترنت بتكون خاطئة. صار الوقت لنستقبل ضيفنا الأول لنحكي عن أمور الجينات والتحاليل الجينية القادرة على توصيف مرض وراثي أو حتى استخدامات عديدة بمجال الطب، من كشف مبكر أو توقع مرض معين أو حتى أخذ الحذر من أي توقع ممكن يكون سلبي عن طريق الوقاية والعلاج. لهيك اليوم رح نخصص موضوعنا عن أهمية التحاليل الجينية وأنواعها ومين الأشخاص المؤهلين أنه يساوي هالتحاليل. تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نتعرف عليها مع ضيفنا الاختصاصي بالتشخيص المخبري والحاصل على دكتوراه بالجينات ومدرس بجامعة في كلية الصيدلية الدكتور عزيز خضر. أهلا وسهلا دكتور، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نحكي شو أهمية هالتحاليل الجينية. أولا نحن بالتحاليل الجينية هو عبارة عن تحليل المادة الوراثية أو استهداف جين محدد. أوكي، نحن ممكن نشك أنه في طفرة معينة بهذا الجين، أو تحليل كروموزومي بيكون على مستوى الصبغيات، فنحن ممكن نشك بتغير عدد هالصبغيات، تغير أشكال، وجود انقلاب بهالصبغيات، أو
تحليل نتائج التعبير الجيني، تحليل مستويات البروتينات اللي بتعبر عنها الجينات. فأهمية هاي التحاليل هاي هي إن هي طبعاً هي تحاليل بتوصل إلى الأسباب الجزيئية لمجموعة كبيرة من الأمراض الشائعة عندنا، وبالتالي هي أهداف مستقبلية للعلاجات الجينية. تمام. طب دكتور، شو هي أسباب الاختبارات الجينية؟ هلا أسباب عموماً، الأسباب الاختبارات الجينية هي نحن عدة شرائح من الأشخاص بيكون مؤهلين ليتم الفحص الجيني لإله. هنن عندهم قصة عائلية بالأصل لأمراض وراثية، أوكي، أشخاص بالإضافة لذلك المولودين حديثاً ضمن البرنامج الوطني بيكون بدولة معينة في برامج وطنية لتقصي مجموعة من الأمراض الوراثية. أضف إلى ذلك كمان ضمن أيضاً أثناء عملية الأخصاب والتلقيح داخل الأنبوب كمان يجرى مجموعة من الفحوص الجينية. تمام. أوكي، بالإضافة لذلك مثل ما حكينا هو الأهم من ذلك هو موضوع وجود كمان أثناء موضوع الزواج وأخذ القرار بموضوع الزواج، هناك بعض الأشخاص الحاملين لطفرات، وهي كتير موضوع مهم، هنن مانو المرضى أوكي، ولكن حاملين لألائل قليل يعني طافر أوكي، ممكن يعبر عنه هذا القليل بالأجيال اللاحقة بأولادهم. هدول شريحة من الأشخاص المؤهلين لما يسمى المسح الجيني. تمام. أوكي. طيب دكتور، شو أبرز هالشيء؟ يعني بنحكي عن الفحوصات، خلينا حتى نسأل إنه شو أبرز هالفحوصات أو شو هي، شو أنواعها؟ هلا أنت عندك فحص جيني. تمام. بالنسبة للفحص الجيني وجود طفرة محددة، نحن لأشخاص مثل عندهم سيستيك فايبروسيس تليف، أوكي، عندنا نحن تايساكس من هاي الأمراض، عندنا مثلا نحن عندنا فقر الدم المنجلي. أوكي، نحن عموما نتجه نحو التحاليل الجينية لتحري وجود طفرة محددة. تمام. هل هاي بالنسبة للنوع الأول؟ النوع الثاني هنن بالنسبة للأشخاص المتوقعين. نحن هلا أنت حاليا في نحن عندنا تحاليل توقعية بالأصل مثل أنجلينا جولي، يعني مفتر عامل تحليل توقعي، هاي أكثر شيء تستهدف السرطانات وسرطانات محددة، إن كان سرطان ثدي، سرطان المستقيم والأمعاء، هدول نحن بالأصل بيكون عندهم قصة عائلية، ونحن نحن بنعمل هاي التحليل هذا مشان نتوقع بنسبة معينة، هلا نحن رح نشوف فيما بعد أن هي ما 100% الموضوع. أوكي، نتوقع من أجل تهيئة المريض مستقبلا، هلا ممكن نحكي نحن فيما بعد عن الموضوع. نحن أيضا نحن بالنسبة للأشخاص المعرضين للأشعة، المعرضين الموجودين بمناطق خطيرة، اللي عم يشتغلوا بالمفاعلات النووية وكذا، كمان نحن بنعمل لهم مجموعة من التحاليل كمان ما قبل الزواج، أو بالأصل كمان وجود قصة عائلية بالنسبة لتوقع متلازمة داون، تسلس الصبغة 18، كمان نحن بنعطيهم الخيار بتكون تجهدوا أو لا. كمان نحن هلا بنجي على الصنف الثالث والمهم، كمان في مجموعة من التحاليل والموجودة غالبا من الدول الأوروبية، أنه بمجرد ولد الطفل أوكي بيتعرض لمسح لمجموعة من الأمراض، منها مثلا بيلة الفينيل كيتون. بيلة الفينيل كيتون الممكن أوكي تعمل له اضطرابات عقلية فيما بعد. هلا هاي كتير الموضوع مهم، لأنه نحن من خلال لايف ستايل معين، من خلال موضوع غذائي طبعا، بيلة الفينيل كيتون أنت أكيد بتعرفي هالموضوع هذا، فنحن كتير بنحمي الطفل فيما بعد من اضطرابات هو بغنى عنها. فهذا كتير، هاي كل هالعوامل هاي أوكي، هدول هن يعني فينا نقول هاي هن مجموعة التحاليل المطلوبة. هلا آخر واحد نحن شاكين بوجود طفرات محددة بس ما عم نقدر نحددها، ممكن نحن نعمل سيكوينسينج أوكي للجينوم كامل أو للإكسوم. الإكسوم هو قطع الجينات الموجودة، هي بس اللي بتعبر عن حالها، لأنه مو كل الدي إن إيه بالأصل بيعبر عن حاله لحتى يعطي بروتينات. فنحن ممكن نعمل سيكوينسينج لكامل الدي إن إيه ونحدد وين في طفرات غير طبيعية.
تمام. طيب دكتور، مين هن الأشخاص المرشحين لأنه هن يعملوا اختبارات جينية؟ حضرتك حكيت قبل شوي أنه هن اللي عندهم دائما قصة عائلية. تماما. طيب لو نحن فرضا طلع مثلا هذا الطفل اللي انولد عنده مشكلة مثلا، نحن شو ممكن نعمل؟ هلا في نحن عنا نوعين من هالمواضيع هاي. في الموضوع أنا رح نحكي نحن العضوي، إذا كان مثلا له علاقة بطفرات، العلاقة بأنزيمات تتدخل باستقلابات غذائية معينة، نحن منحميه عن هالأغذية هاي. تمام. وبالتالي نحن منوفر عليه معاناة كتير كبيرة. صحيح. بس طبعا نحن منتدخل بالمراحل الأولى، مو بعد ما يصير الأذى العصبي الغير عكوس لهالموضوع هذا. هلأ نحن كمان الشرائح التانية اللي عندهم قصة عائلية نحن مننبهن. هلأ ممكن الموضوع يكون إيجابي، ممكن الموضوع يكون سلبي. نحن ما بنعمل، لأنه في أنت في أحيانا ما بتقدري تعملي شيء. أوكي. حتى لو كان مثلا هلأ ولنفرض اثنين بدين يتزوجوا وحاملين لقلائل أوكي قليل متنحي، ممكن نحن نترك لهم الخيار أنه لا تتزوجوا أنتم، وأن كان الخيار صعب. أوكي. أحياناً بالنسبة للسرطانات المتوقعة حتى لو بنسبة مئوية معينة، نحن ممكن نهيئهم نفسياً. هلأ في عالم بتشوف الموضوع سلبي أنه رح يصير الموضوع أوكي، وفي عالم بتشوف لا، أنه ممكن التكافل الأسري نحن نهيئه، ممكن نحن أضف إلى ذلك نحن نفهمه أنه بعض الأعمال غير مناسبة لألك اوكي فيما بعد، فنحن عم نهيئه نفسيا. طب ما ممكن انا اكون عم اثر عليه نفسيا انه هو يحط بباله هي الفكره ويعيشها؟ هلا هذا، لانه هذا الجانب السلبي من الموضوع. اوكي. لانه هي ممكن ما تصير اوكي، بس انت عم تعطي، لانه هي كل تحاليل الى نسبه دقه معينه اوكي، بس انت بالنهايه يعني انت ممكن باجراءات معينه، طبعا تقدم الطب هذا طبعاً. ممكن نحن نعمل اجراءات وقائيه فيما بعد، وخاصه بالعلاجات الجينيه. هذا في ابحاث كثير جديده بالموضوع هذا، بس حاليا هلا هو الموضوع دعم نفسي ماشي بهالقطاع هذا بالموضوع التوقعي، اما بقطاعات اخرى لا، انت ممكن تمنعي زواج. صحيح. ممكن، انا اسف، ممكن يصير في اجهاض، يعني انت كمان ما يعني ما في داعي احيانا نحن نضطر نجيب شخص لهي الحياه ونخليه يعاني. صحيح. اوكي. فانت كثير في قرارات مناسبه ممكن انت تاخديها تمنعي من معاناه شخص جاي للحياه. تمام. اوكي. طيب دكتور، شو منين او من وين العينات، او شو العينات التي تؤخذ لها التحاليل؟ هلا كل العينات مطروقه، ان كان شعر، ان كان دم بالمقام الاول، شعر، الانسجه كلها، مسحات الخد من الداخل كمان، كل هاي العينات ماشي هي مرشحة. بس بيختلف الموضوع ماشي. كمان السائل الأمينوسي، الزغابات المشينية بحالات الجنين، العينات الدموية بحالات الاستقصائية، هذا مثلا بالفورنسيك أو الموضوع الإجرامي في شيء تاني، يعني أنت ممكن أنت بتعرفي من إذا أنت عندك جثة، ممكن من الشعر، ممكن من الأسنان المتبقية، لأنه هذا كمان من أهم بعلم الجريمة. موضوع التحاليل الجينية ما بقى خيار. تمام. هو 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 ضروري جدا يعني أساس. لأنه أنت ممكن يعني في كتير من القضايا مثلا لما ما كانت، لأنه أنت بتعرفي هو تشريع اتخاذ هيك أمر بهذا التشريع على مستوى الدولة، في كتير من القضايا حلت بعد مرور 20 سنة. صحيح. بسبب مجموعة من التحاليل الجنائية أوكي، تحاليل جنائية جينية يعني إذا جاز التعبير. فهو بتتنوع العينات تبعا لنوع الحالة، يعني أكيد الجنيني من الزغابات من المشينيات. تمام. هاي السائل الأمينوسي. تمام. طب دكتور، شو هي أبرز الأمراض اللي نحن بنحددها من خلال هاي التحاليل؟ هلا نحن عنا مثل ما حكيت أنا بالنسبة ل إذا بنحكي نحن على الطفرات الجينية، إن كان دا هنتيكتون، إن كان تاي ساكس، فقر الدم المنجلي، سيستيك فايبروسيز، بتعملوا مشاكل رئوية. نجي بالنسبة لل هلا هاي بالنسبة هاي نحن عم نحكي عن المستوى الجيني، نحكي عن المستوى الصبغي بأكمله، تثلث، الحذف، حذف الصبغي بأكمله، أوكي، متلازمة داون، كل هالأمور هاي أوكي من خلال التعداد الصبغي أو الكاريوتايب نحن بنقدر نحدد هالأمور هاي. هاي كمان بالنسبة للتوقعي، يعني نحن التحاليل الجينية التوقعية أغلبها السرطانات والأشعة، سرطان الثدي ماشي، سرطان المستقيم والأمعاء. تمام. هاي الشريحة طبعا كل فترة
يعني بالمستقبل عم تزداد عم تتوسع الشرع، بس هل نحن هدول ضمن أكثر الأمراض المثبتة واللي نحن قادرين إن نحن نعطي فيها تشخيص؟ تمام. طيب دكتور، شو الأخطاء الشائعة حول هالموضوع؟ أكثر الأخطاء الشائعة هلا مو نحن ما فينا نسميها الأخطاء الشائعة، إنه أول شيء في أخطاء شائعة إنه هذا الموضوع ممكن هو عبارة عن مجرد ميديا. طبعا بتوقع أنا إنه لا، زاد الوعي عند الناس وبشكل كتير كبير، بس في بعض الأشخاص الصعب ما هم مستوعبين لهذا الموضوع، وهذا حقهم يعني. أوكي، الأخطاء الشائعة إنه نحن ممكن إنه في حال في بعض التحاليل التوقعية هي ما أنا 100%. أوكي، فهنن ممكن يدخلوا يعني مثلا إنه خلاص نحن عملنا هالموضوع هذا وتأكدنا منه فنحن مصيرنا هيك. أوكي، وأهم الأخطاء الشائعة أوكي إنه الاعتقاد بأنه هذا الموضوع هو موضوع غير صادق، ولحد الآن في شريحة كتير كبيرة من العالم غير مؤمنة بهذا الموضوع، وفي شريحة تانية هي ما عندها فكرة عن هذا الموضوع يعني. أوكي تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن نسبة الخطأ بهي التحاليل. هلا نسبة الخطأ بهذه التحاليل بتتراوح من كل تحليل لآخر، يعني شو سبب الخطأ اللي ممكن يصير بعد ما عملنا هذا التحليل؟ هلا أولاً ممكن نحن الانحراف الجيني اللي عم ندور عليه ما هو موجود اللي حاطينه نحن براسنا يعني. اوكي، فنحن بس نحن بيتوافق هذا مع الاعراض، فمثل ما حكينا نحن ممكن نحن نضطر نعمل سيكوينسينج، يعني نضطر نسلسل الجينات باكملها مشان ندور على هذا الخطا. فهون كثير الخطا دارج. اوكي، كمان يعني كمان نحن ما شرط اذا كان في احيانا انحراف جيني، لانه انت بدك تنتبهي على الشغله. الاضطراب الجيني اوكي مو بكل الامراض، يعني التثلث الصبغي اجباري في تثلث الصبغي، بس مثلا بالسرطان التوقعي لا يكفي الاضطراب الجيني لاحداث السرطان. العوامل البيئيه، العوامل النفسيه والعوامل التغذويه كتير مهمه. التغذيه انا طلعت بحلقه سابقه حكينا على التغذيه وتاثيرها على الجينات، كتير موضوع مهم. العوامل النفسيه كتير عامل مهم جدا جدا صحيح. جدا ستريس وتوليد الجذور الحره وتاثيرها على الدي ان اي كثير موضوع مثبت، لذلك ما هو الموضوع 100% توقعي. طبعا في منهم اكيد 100% بالتحاليل الاخرى مليار بالمية تظهر أوكي. النتيجه كمان نحن وجود الائل طافره والى اخره ومتنحيه، هذا لا يعني انه انت وتعب طريقه تعبيره والى اخره. في نسب مئويه للاولاد اللي بدهم ينصابوا بهالموضوع هذا، احنا ما عم نحكي انه 100% من الاولاد، وانما في نسب مئويه بهذا الموضوع. تمام. طب لا دكتور، اكثر الناس تكون عم تحضرنا هلا ما بيعرفوا انه شلون بدهم يعملوا هالتحاليل، يعني هل يا ترى بدروا على مخبر عادي، بدروا على المشفى؟ دكتور كيف يعني، شو هو اول اجراء لازم يعملوه للساده المشاهدين اللي فعلا يروحوا يعملوا هيك تحاليل؟ موجوده بسوريا ما انا موجوده؟ هلا موجوده بسوريا. تمام اوكي، في بعض المخابر اوكي في بعض المخابر عم تعملها، بس بدك تنتبهي شغله. اولا العائق الاول والاهم هو العائق المادي للتحاليل، مكلفه جدا صحيح. بدك انت يعني انت يكون عندك باك جراوند بالاصل بالنسبه للاطباء والعاملين بالقطاع الصحي انه نحن عندنا هذا الموضوع، بده لانه هو بده يكون مشروع على مستوى الدوله باكمله. اوكي، مشروع مسحي اوكي استقصائي. تمام، عم تنشغل ابحاث من جامعه دمشق الى جامعات اخرى بهذا الموضوع، ولكن من العوائق يعني انت مثل ما عم تحكي انه موضوع الاشخاص ما بيعرفوا لوين بدهم يتوجهوا. هلا بدول برا الموضوع، الدول الغربيه موضوع اسهل بوجود استشاريين طبيين، بوجود طبيب اسره، وكثير موضوعه مهم بهالموضوع هذا بيوجهه. بس نحن شو الموضوع انه ما نفرض امراه حامل على ايد طبيب نسائي اوكي، في قصه بالاصل عائلية لوجود متلازمة داون، لازم يوجهها. طبعا هي اكيد ممكن ما يكون طفل عنده اكيد اوكي، ممكن يوجه نحو هالموضوع هذا. وجود قصص عائلية لفقد دم المنجلي وهالامور هاي اوكي، كل هذا الموضوع هو دائما يعتمد على وجود قصة عائلية اوكي. زائد بالنسبة للأشخاص البالغين يعني وجود أعراض سريرية للموضوع هذا، الطبيب هو العامل أصلا، الشخص العادي ما هو مطلوب منه أن يكون ملم بهذا الموضوع، وإنما الأخصائي هو اللي بده يكون ملم. ماشي، بوجهه لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهالموضوع هذا. تمام. طب دكتور، من أسئلة بريد الصفحة لهذا الموضوع، إنه شو المقصود بالفحص التشخيصي؟
كيف يعني الفحص التشخيصي؟ يعني كيف انه نحن نشخص الاعراض؟ انت عندك الأمراض. مجموعه من الامراض عفوا اي انت عندك مجموعه من الاعراض المتناسقه مع مرض معين، ان كان فقر دم انحلالي بشكل دائم، اوكي فقر دم انحلالي. هلا ممكن نحن نستخدم موضوع الرحلان، يعني موضوع كيميائي، عرفت، موضوع تحاليل الكيميائيه الحيويه، اوكي. بس في بعض الاشخاص بتجه نحو شو، اوكي، يعني انت في عندك اسباب مثلا وجود حاله من فقر دم مزمن، وجود حاله انحلاليه متكرره، نحن نتجه نحو اجراء التحاليل هاي الخاصه بفقر الدم المنجلي. فنحن هون نحن اتجهنا نحو التحاليل التشخيصيه، اوكي، التحاليل التي يتوجب من اجلها اجراء هذا الفحص التشخيصي المعين، اوكي. نحن بده يتوافق هذا الموضوع مع مجموعة من الأعراض اللي تستدعي، يعني ممكن الطبيب بصراحة الطبيب ما دائما ممكن يوجه للتحاليل الجينية، لأنه هو مدرك لعدم وجود الإمكانات المادية، صحيح، أوكي. فهو إذا غدر صراحة يحل الموضوع، أوكي، يعني هلأ بشكل عام إحنا عم نحث على التحاليل الجينية، أكيد. بس كمان الدكتور إذا غدر يحل الموضوع منه كتشخيص تفريقية أو إجراء اختبارات كيميائية حيوية رح يحل الموضوع. بس أحيانا لا، يعني هلأ بس في سؤال أحيانا أنه بيتبادر، نحن حتى إذا عرفنا نحن شو قيمة الموضوع، ما أنا كنت بدي أسألك هذا السؤال. هو أحيانا ممكن حاليا ببعض الأمراض ما له قيمة، أوكي، غير إذا أنه أنت موضوع مثل ما حكينا نحن موضوع الحمل والإجهاض، بس ممكن نحن غير الموضوع التوقعي او الموضوع انه الطفل ولد ونحن عم نتحرى مثلا بالفينيل كيتون، يعني شو فيني اعمل بالطفل بالطفل اذا نحن عندنا بالفينيل كيتون بنحميه، بنعمل له حميه علاجيه وبتمنعه من الادواء التنكسيه العصبيه فيما بعد، والموضوع التخلف العقلي وهالامور هاي بتمنعه فعلا. بس في امراض انت ما راح تعملي فيها، يعني انت ما راح يطلع معك شيء، بس يعني مفروض يعرف، مفروض يعرف بالنهايه، مفروض اذا في فائض مادي يعني ممكن انت تعرفيها. بس فعلا في تحاليل اجراء ضروري جدا مشان تمنعي المشاكل المستقبليه. انت صار معك اوكي هيك، بس انت اولادك ما هم مضطرين. صحيح طبعا، صحيح. طيب دكتور، كيف الاستعدادات الاوليه لهالتحاليل وشو المخاطر اللي ممكن تصير خلال هالتحليل؟ الاستعدادات الأولية وكتير موضوع مهم هلا، يعني هو موضوع النفسي. الخبراء يعني هلا بالدول الغربية بيكون في استعداد نفسي، لأنه أنت عم تعرضي هذا الشخص لإجراء استقصائي ممكن تكون نتيجته إيجابية. النتيجة الإيجابية تعني يعني أنت بدك تفهمي إنه إذا بالفحوصات التوقعية إنه هذا ما نو آخر شيء، يعني هذا ما نهاية الدنيا، أوكي. بدك تفهمي الأسرة كلها المحيطة إنه تقدم له الدعم وإلى آخره. هي على المستوى النفسي، اوكي. بالنسبه للاختلاطات وخاصه الاختلاطات الغازيه انفيجن، وملاحظه وين بموضوع السائل الامينوسي والذقابات المشينيه، هون انت ممكن يؤدي ماشي اخذ العينات من هاي المناطق الى موضوع اما تلوث بالمنطقه، واما يقود الموضوع الى اجهاض مباشر، عرفت لي كيف؟ فهذا. اما الموضوع النفسي موضوع جدا 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 مهم، على فكره انه هو ممكن يهزم المريض نفسيا قبل صحيح. ما يهزم أكيد. قبل ما يهزم عضويا يعني تماما المريض. طب دكتور، تعطينا هيك نصائح اخيره للمشاهدين؟ هلا موضوع اهم نقطه، بما انه في سوريا هلا ممكن هلا نحن رح خلينا نحكي على ارض الواقع، فحوصات ما قبل الزواج ما نجيني ماشي، يعني هلا انا ممكن موضوع الحلقه ما له علاقه بهالموضوع هذا، بس فحوصات ما قبل الزواج، ثم فحوصات ما قبل الزواج، ثم فحوصات ما قبل الزواج. تعطينا اي فكره بسيطه، لانه انت فحوصات ما قبل الزواج ان كان بالنسبه للتلاسيميا او كثير من الامراض اللي عم تحضرها، فحوصات ما قبل الزواج والالتهابات والايدز والى اخره والتهابات الكبد، وهدول كثير موضوع مهم جدا جدا وبيوقي من مشاكل مستقبليه. صحيح. فحوصات ما قبل الزواج فحوصات مهمه جدا جدا، يعني بنتمنى ان احنا العالم ما تتهرب منا. بالنهايه انت عندك قرار تبني عليه مصيرك فيما بعد، لانه انت يعني ممكن انت تاخذي قرار يزعجك لفتره صغيره جدا، بس بريحك من قرار فيما بعد هو بيأثر عليك وعلى مستوى بلد باكمله، على فكره صحيح طبعا، مستوى بلد باكمله، انه بالنهايه هاي الفحوصات هو مشروع قومي للبلد. اكيد اكيد. دكتور عزيز، شكرا كثير لوجودك اليوم معنا وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الله يسلمك. شكرا لك دكتور.
بيولدوا الأطفال وبياخدوا مورثاتهم وجيناتهم من أهليهم، سواء بالصفات أو السلوكيات والمهارات الحياتية. ولكن بضل في شكوك حول مين مورث الذكاء للطفل، الأم أو الأب؟ أكيد الأم. دراسات اليوم رح تخبرنا كل التفاصيل في التقرير. بيورث الطفل جيناته من أهله، ومع هذا الشيء ما فينا نقول إنه بيشبههم تماماً، لأنه هالموضوع أكثر تعقيداً من اللي منتخيله. ومن المعروف علمياً أنه الذكور بيورثوا نحو 51% من خصائصهم الجينية من أمهاتهم و 49% من آبائهم. للأمهات تأثير كبير على قدرات الطفل المعرفية. وأظهرت الدراسات أن الذكاء بيسري بالعائلات وبميل الأطفال لوراثة القدرات المعرفية من أهاليهم لحد معين. فمثلاً دراسات عم ترجح أنه يمكن يكون المولود لأبوين يمتلكوا قدرات كبيرة بالذكاء، ووجدت بعض البحوث أنه بعض العوامل البيئية مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي ممكن يأثر بمستويات الذكاء. والدراسات قالت أن الذكاء مسألة معقدة للغاية، ممكن يكون صفة وراثية ومكتسبة بالوقت نفسه، والذكاء بتورث من أحد الوالدين ومو من الأم فقط مثل ما عم نعرف، ولكنه يكتسب لما ببلش الطفل للمعايشة والتدخل بالأمور المحيطة فيه والتفاعل معه، وهذا الموضوع بيكون بالممارسة والتدرج. ووفق دراسة حديثة ما في دليل قاطع وحاسم بشأن وراثة ذكاء الطفل من والدته. وقالت الدراسة كمان إلى أنه ذكاء الطفل بيتحدد عبر العوامل البيئية الثقافية يلي عم يعيش وسطها. وتوصل العلماء إلى أنه الذكاء سمة معقدة جدا، فالجينات المسؤولة عن الذكاء موجودة بكروموسوم X. لهالسبب يرث الأبناء ذكاء من أمهاتهم، والبنات بياخدوا ذكاء من كلا الوالدين. ومع هذا الشيء عم يتم توريث إلى ما يصل إلى 40% من ذكاء الأم، وعم يتم اكتساب البقية على مدار الحياة وفق دراسة متخصصة بعلم الوراثة البشرية. وعم تشير البحوث إلى أن الذكاء بتأثر بكل من الجينات والبيئة، فبتلعب بيئة الطفل دور مهم بتطوير ذكائه. وكل ما كانت البيئة أكثر تحفيز ذهني وأمان ودعم، عم تكون درجة الذكاء زائدة جدا. والرابطة العاطفية الأمنة بين الأم والطفل ضرورية لنمو بعض أجزاء الدماغ. وبعد تحليل الطريقة اللي بتربط هالمجموعة من الأمهات بأطفالهم لمدة 7 سنوات، استنتجوا الباحثين إلى أن الأطفال اللي تم دعمهم عاطفيا وتلبية حاجاتهم الفكرية صار عندهم حصين أكبر بنسبة 10% مقارنة بالأطفال اللي نشأوا عاطفيا بعيدين عن أمهاتهم. والحصين هو منطقة بالدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم والاستجابة للتوتر، ولكن هذا الموضوع ما بيلاقي سبب يمنع الآباء من لعب دور تربية كبيرة مثل الأمهات. ثاني موضوع رح نحكي فيه اليوم هو من اقتراحاتكم على صفحة دوز، هو العيوب الخلقية بالمسالك البولية عند الأطفال اللي تعد من أكثر الأمراض شيوعاً وأكثرها تأثيراً على الطفل. ولهيك اليوم رح نحكي عن أسباب العيوب الخلقية بالمسالك البولية عند الأطفال، ورح نحكي تفاصيل بتخص المضاعفات وأنواع هالعيوب وآلية العلاج. تفاصيل أكثر مع ضيفنا بالاستوديو الاختصاصي بأمراض الكليتين والمسالك البولية والتناسلية وجراحتها، الدكتور راني نذير الحبش. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، شو المقصود بالعيوب الخلقية للمسالك البولية عند الطفل وشو بتشمل؟ هلأ المقصود فيها هي حدوث تشوهات بالجهاز البولي أو التناسلي المغاير للطبيعة طبعا. وعنا حقيقة أمراض كتير شائعة ومنلاحظها ومنشوفها بعياداتنا تصيب الذكور والإناث، لكن نسبة إصابة الذكور أكثر من الإناث الحقيقة. تمام. طيب دكتور، هل يا ترى إلى أنواع أو شو هي الأعراض اللي بتظهر، وهل تختلف إذا إلى أنواع من نوع لنوع؟ طبعا هلأ حسب العيب الخلقي الموجود بالجهاز البولي أو التناسلي وفقا لهالشيء بصير في أعراض عند المريض. الحقيقة كل المولودين حديثاً لازم ينفحصوا طبعاً، في طبيب أخصائي بيشوفهم بعدها بيتابعوا عن طبيب الأطفال. ممكن نلاحظ نحن في عيوب خلقية مشاهدة بالعين أو أثناء الفحص أو الجلس السريري ممكن تكون مشاهدة، وفي عيوب خلقية تشوهات خلقية بالجهازين هي ما بتنكشف إلا عند أخصائي الحقيقة، أو لما بنلجأ لفحوصات تانية أو تصويرات إضافية. كل طفل لازم ينفحص،
على سبيل المثال الإصابات اللي ممكن تصيب الجهاز البولي أو العيوب الخلقية، التشوهات الخلقية، هي مثلا وجود كلية وحيدة أو وجود كلية مهاجرة بيقولوا عليها، قد تكون بأسفل البطن أو الحوض، قد تكون أحيانا بحالات نادرة في الصدر. طبعا هي بتكون سليمة ووظيفتها ممكن تكون سليمة، لكن ممكن يصير في مشاكل مستقبلية بدها متابعة ومراقبة. في عنا الكليتين اللي مثل حدوة الحصان بيقولوا عليها، اللي هن بيكونوا ملتصقين ببعض عن طريق القطب السفلي، الكلية اليمنى واليسرى ملتصقين ببعضهم عن طريق القطبين السفليين. في عنا وجود حالة منتبذ ممكن يصب بأمكنة مختلفة سواء عند الذكور أو عند الإناث. الحالب ممكن يصب، ما يصب بمكانه الطبيعي بالمثانه، ممكن يصب بالاحليل او بالاسهر او بالحويصلات المنويه عند الذكور. عند الاناث ممكن يصب بالرحم حتى. لكن هي طبعا حالات نادره نحن بنشوفها بعياداتنا. من التشوهات الخلقيه كمان هي كليه متعدده الكيسات، قد تصيب كليه واحده او ممكن تصيب الكليتين سوا، وهي عباره عن كيسات شبه عن ايد العنب مختلفه بالاحجام. طبعا ثلث الحالات الحقيقه ممكن تزول عفويا، ثلث الحالات بتضل على وضعها، والثلث الاخير ممكن يتطور او يسوء او يسبب مشاكل، ومنها خاصه القصور الكلوي او الفشل الكلوي. ممكن يكون في استسقاء، عنا استسقاء بالكليه، هيدرونيفروزس بالكليه، المولود معه بسبب عيب خلقي اللي هو تضيق الوصل الحويضي الحالبي. هلا من اكثر الشيء اللي بنشوفه هو تضيق الوصل الحويضي الحالبي، اذا مكان تحول الحويضه للحالب، هون بيكون في عنا تضيق وسبب استسقاء مختلف الدرجات بالكليه حسب درجته. طبعا نحن بنتابع المريض، ممكن مراقبه، ممكن معالجه دوائيه، معالجه محافظه. اما اذا تطورت الامور وكان في خطر على الكليه عند الطفل، فهون نحن بنلجا للعلاج الجراحي. في حالات طبعا شيء اسمه الجذر المثاني الحالبي، واللي هو رجوع البول بالعكس من المثانه الى الحالب بسبب وجود ضعف بالعضله المقويه لمكان مصب الحالب بالمثانه. فهي بتؤدي الحقيقه عند ارتفاع الضغط بالمثانه لرجوع البول بالعكس للحالب وبالتالي للكليه، وبتسبب درجات استسقاء مختلفه. طبعا كمان هون اما مراقبه او معالجه محافظه، او اذا تطور الموضوع بصير ممكن نلجا للعلاج الجراحي. الحقيقه في مشاكل تانية بتصيب الذكور اللي هي تضيق فوهة الإحليل، بس الفوهة الحقيقة هي كتير لازم ننتبه لها، حتى الأهل فيهم يلاحظوها إنه الفتحة متضيقة كتير، هي بدها توسيع أكيد، يعني لأنه بتسبب طبعا بتسبب مشاكل كتير وبتسبب ارتفاع بضغط المثانة. هذا مع الوقت حيسبب لنا كسر معاوضة بالمثانة وارتخاءها، وبالتالي حدوث همالة بولية بعد التبول اللي هو البول المتبقي بعد التبول، وبتبلش عنا الالتهابات المتكررة اللي ممكن ما يخلص منها الطفل أو المريض، وممكن تسبب كمان أمراض والتهابات بالكلية بالطريق الصاعد أو الراجع. فهي هي الفوهة الصغيرة بس ممكن تساوي، حتى في حالات عنا قصور كلوي صارت من أفاها الحقيقة. في عنا دسامات خلفية خلقية المنشأ عند الطفل، بيكون عبارة عن ثنيات بالمخاطية تبع الإحليل الخلفي مشكلة مثل دسام أو انسداد جزئي، بتسبب كمان ارتفاع الضغط بالمثانة وبالتالي مشاكل بولية متعددة عند الطفل. ممكن يكون في عنا كمان بالجهاز التناسلي عند الذكور، بقى في عنا مشاكل بالخصيتين، قد تكون خصيات نطاطة، قد يكون خصية هاجرة، هي لازم كمان ننتبه لها. نحن نطلب من الزملاء الأعزاء أطباء الأطفال عند فحص الطفل أنه نفحصه بشكل كامل، نفحص وجود الخصيتين موجودين ولا لا، نتأكد، لأنه أغلبية الأهل للأسف ما عندهم خبرة وما بيعرفوا، خاصة إذا كان أول مولود. صحيح. ممكن يشوفوا كيس صفن طبيعي، لكن هو فارغ، ما يكون في خصيتين لحد اللي عم نشوفها الحقيقة وبعمار متقدمة الحقيقة. وللأسف في أطفال عم يفقدوا خصياتهم من أفه المشكلة هي. طبعا هذا العيب الخلقي هو الخصية ما تم نزولها بالطريق الطبيعي اللي هي عم تنزل فيه من داخل جوف البطن عن طريق القناة الأربية لكيس الصفان وما عم تثبت فيه. هون لازم نحن ننتبه على الطفل من بداية ولادته الحقيقة نفحص، لأنه اليوروبيان جايدلاينز بتقلك إنه إذا في خصية هاجرة
من عمر 6 أشهر يجب إجراء عمل جراحي وإنزال الخصية وتثبيتها، لأنه وجود الخصية خارج كيس الصفن داخل الجسم عم يكسب حرارة الجسم الداخلية، وبالتالي عدم نمو الخصية وضمورها وممكن يسبب لنا مشاكل مستقبلية قد تصل لأورام في الخصية. هي كمان لازم ننتبه لهي الحالة. تمام. طيب دكتور، أنا صراحة كان سؤالي لحضرتك إنه شو هي الأمراض اللي نحنا بدنا نشوفها أو هي التشوهات الخلقية بتكون بالمسالك البولية. طب سؤالي لحضرتك هلأ، نحنا الطفل أول ما يولد نحنا نشوف هي الشغلات، يعني نحنا نفحصه عند ولادته فورا، يعني أول ما يخلق أو منعرضه ممكن لأشعة أو لهيك شيء، أو ممكن هي الشغلات بتبين بدون فحص الشعاعي مثلا؟ تمام، سؤال ممتاز. هلأ ممكن نحن بالبداية بالفحص السريري نكتشف الشغلات البسيطة الظاهرية مثل تضيق فوهة الإحليل، عدم وجود خصية أو خصيتين، ممكن نلاحظ أثناء جس البطن كتلة مجاورة لمكان الكلية، ممكن تكون هي كلية مستسقية، ممكن تكون كلية متعددة كيسات. هذا ممكن بالفحص السريري وبالنظر ممكن نشوفه. كمان في عيوب خلقية بس هي نادرة الحقيقة، عدم اكتمال انسداد جوف البطن السفلي، وبيكون في عنا مثانة منفتحة ما لا مغلقة، المخاطية تبع المثانة ظاهرة. هي كمان من العيوب الخلقية اللي ممكن فورا رؤيتها فور يعني خروج المولود. ففي شغلات ظاهرة ممكن نميزها، أما في أمور تانية الحقيقة بدها أخصائي وبدها فحص، وبنلجأ إحنا تصوير الإيكو طبعا، وفي حالات بنضطر لحتى نصور كمان مثلا تصوير ضليل للجهاز البولي، ممكن نعمل تنظير مثانة، تصوير مثانة بالطريق الراجع، ممكن نستخدم وسائل شعاعية أخرى. هي حسب الحالة، حالة التشوه والمكان. تمام. هلا دكتورة، هاي اللي كان كدكتور أو طبيب هو بيقدر يكشفها ويدل الأهل. طيب الأهل شو الشيء اللي إذا أو العارض اللي شافوه عند ابنهم معناتها لازم يزوروا الطبيب؟ هلا إذا شافوا أي تغير بلون الجلد سواء بالأعضاء التناسلية أو مكان الجهاز البولي، إذا تغير اللون، إذا كان في ألم، إذا في أعراض عم يشكي منها الطفل أو عم يبكي، إذا كان بيبي لسه عم يبكي وما عرفاني من شو، أخذوه عند دكتور أطفال واموره بخير، فهون لازم يلجأوا بقى لدكتور كمان اخصائي بولي، لانه ممكن يكون عنده مشكله ثانيه بوليه. احيانا الاطفال بيبكوا بسبب تضيق فوهه تحليل، ممكن وجود عيوب خلقيه دسام الخلفي، هذا ممكن يبكوا منه بالضغط اثناء التبول، ممكن يسبب الم، ممكن يسبب حرقه عند الرضيع، ممكن يعمل تعدد بيلات، ممكن يصير في عنا التهابات والبيبي ما بيشكي ما بيعرف يحكي، ترتفع حرارته حتى. فهون لازم يلجأوا لطبيب الأخصائي، طبعاً أخصائي البولية. في عنا أطفال بيولدوا كمان ممكن معقيلة خصية، ممكن يشوفوا الصفن، يعني إحنا في عنا الصفن الأيمن والأيسر، خصية يمنى خصية يسرى، ممكن يكون في عنا انتفاخ بصفن واحد فقط، هو قيلة خصية. شو هي قيلة خصية؟ هي تجمع سائل حول الخصية بين الخصية والغلاف الداخلي تبعها، بسبب عدم اكتمال انغلاق القناة الإربية اللي واصلة بين جوف البطن وكيس الصفن، فهذا بيؤدي لحدوث قيلة وانتفاخ الخصية، بيشوفوها كبيرة بيرتعبوا بيخافوا، هون هن بيرجعوا للأخصائي. ممكن يقولوا لنا هذا الانتفاخ دكتور مثلا بيكون نايم وهادي بيزول تلقائيا بيروح، بعدين بيرجع بس يبكي، ممكن يعطي على لون أزرق على لون زرق، هون بيخافوا الأهل أكثر. فبيجي الطفل وبنفحصه، غالبا قيلة الخصية هي الخلقية المنشأ، ممكن تترافق مع فتق إربي وممكن ما تترافق مع فتق إربي، هي نحن بنراقبه نحن للسنة. غالبية الحالات بتزول تلقائيا لمدة سنة، اللي ما بتزول وبتسبب مشاكل هو بنلجأ للعمل الجراحي طبعا، مع المراقبة الدائمة للطفل اللي معه قيلة ومتابعة ومراقبة لمدة سنة. بدنا نراقبه دائما انه ما يصير القيلة هي قاسية ويتغير لونها للأزرق او الكحلي مع بكاء للطفل، هون حالة إسعافية. تمام. طيب دكتور، كثرة الالتهابات البولية عند الطفل على شو بتدل؟ هلأ كثرة الالتهابات المتكررة عند الطفل الحقيقة بتدل على وجود مشكلة غير مشخصة. كثير حالات بيجوا الأطفال عم تتكرر عندهم الالتهابات سواء الإناث أو الذكور، لكن الإناث أكثر حقيقة بهالناحية هي، وإنه نعطي دواء التهاب بيطيبه بيخلص برد بنرجع لنفس الأعراض.
معناتها في مشكلة غير مشخصة، لازم نحن نفحص، نسأل، نعرف القصة السريرية، نفحص بشكل جيد ونشخص السبب وبعدين نعالج. هلا في سبب بسيط كتير الأهل بيخافوا يقربوا على المنطقة التناسلية أو فتحة البول عند الإناث خاصة، ممكن يكون في هنيك عنا التهابات موضعية، بكتيريا، جراثيم، صحيح. فطور، بيخافوا ينظفوا هالمكان هذا، فهذا ممكن يكون منبع للجراثيم. هي شغلة بسيطة بنكشفها نحن، إجراء كتير بسيط إنه ننظف بشكل جيد، منعلم الوالدة كيف تنظف أو تعمل له مغاطس وبنخلص من هالمنبع الدائم للجراثيم والالتهابات المتكررة. ممكن يكون في عادة الحصر عند الطفل، عادة الحصر هي ممكن تعملنا كمان التهابات، بيحبس البول فترة طويلة، بصير في ارتخاء بالمثانة، ما بيفرغ البول كله، بصير عندنا ركودة بولية، كمان بتتكرر الالتهابات. كمان طريقة التنظيف الغلط للطفل أو للرضيع وخاصة الأنثى، صحيح، لأنه عندنا منطقة الشرج قريبة كتير على المنطقة التناسلية، لازم لما ننظف نحن بعد خروج البراز، الجراثيم المعوية بتخرج مع البراز عند كل طفل، عند كل إنسان من أي نوع، لازم ننظف بطريقة بحيث ما نطرش على المنطقة التناسلية نحن عم نغسل بالماء، ما يجي البراز على المنطقة التناسلية، لأنه الجراثيم بتنتقل عن طريق رذاذ الماء لهالمنطقة هاي، بتفوت إذا كان في كمية منيحة مع ضعف مناعة حتسبب أكيد التهابات، تدخل عن طريق فوهة الإحليل، الإحليل للمثانة بالطريق الراجع وتعملنا هالالتهابات المتكررة. أعطيناهم دواء التهاب، طابوا تحسنوا، تركنا أدوية الالتهاب ردت، في طريقة غلط، إذن في شيء غلط موجود، المسبب ما راح، فنحن بنعلمهم ونوجههم وبنقول لهم شو يعملوا الطريقه الصحيحه. طبعا طبعا. طيب دكتور، هل يا ترى العيوب الخلقيه وكثره الالتهابات ممكن تسبب العقم؟ طبعا في عنا الالتهابات الحقيقه المزمنه والغير معالجه بسبب وجود عيوب خلقيه ممكن تؤدي لحدوث عقم عند الذكور، هذا موجود ومذكور. وفي عنا من احد العيوب الخلقيه كمان اللي هي عدم وجود فتحة البول بمنطقتها الطبيعية بمقدمة العضو، بتتواجد هي بالأسفل طبعا بعدة مناطق حسب تواجدها بتم تسميتها، هو الإحليل التحتي، لكن هو له مسميات حسب مكان وجود هالفتحة هي. الإحليل التحتي الحقيقة ممكن يكررنا يعملنا التهابات متكررة، الالتهابات المتكررة بتسبب تندبات بالإحليل وممكن تسبب تندبات بالأقنية، مكان مصب الأقنية الدافقة للسائل المنوي أو سائل البروستات، فإذا تسبب صار في تندبات من كثرة الالتهابات فممكن تسكر وبالتالي عدم خروج السائل المنوي وحدوث حمل بشكل طبيعي مستقبلا. طبعا تمام. طب دكتور تخبرنا شوي عن آلية العلاج. آلية العلاج الحقيقة بتختلف عند كل مريض وعند كل طفل حسب العمر وحسب الحالة، ففي كتير الحقيقة هذا موضوع ضخم جدا كتير بس نحن بنحاول طبعا قدر الإمكان نحافظ على العلاج المحافظ مع المراقبة إن أمكن بكل الحالات. أما لما بيكون في عنا تطورت المشكلة ممكن تسبب يعني قصور كلوي أو ضرر للجسم أكبر أو للأعضاء البولية أو التناسلية، هون ساعتها نحن بنلجأ للعمليات الجراحية، العلاج الجراحي الحقيقة. فهذا بيعتمد على حالة حسب الحالة، حسب الحالة وحسب العمر والجنس وحسب درجة تطور المرض، في كل مرض له درجات. تمام. ممكن مثل ما قلنا أنه معالجة محافظة ومراقبة أو عمل جراحي. تمام. ممكن نذكر على سبيل المثال جذر المثاني الحالبي، لما جذر المثاني الحالبي ما بيتعالج عنا وما بيتراجع وعم يسبب مشاكل بالكلية وتندبات مع حدوث استسقاء مزمن، عم يتغير النسيج الكلوي، البرانشيم الكلوي عم يتضرر، هون ساعتها نحن بدنا نلجأ طبعا للعمل الجراحي أو التنظير اللي بدون جراحة بحيث نحن نضيق فوهة الحالة. طبعا حالة في معالجات كتير حديثة بهذا الموضوع، عدم اللجوء للجراحة، إعادة زرع الحالب اللي هو بالعادة نحن كنا نقطع الحالب ونزرعه بالمثانة، هلا بالتنظير بنحقن مادة خاصة تحت فوهة الإحليل، إجراء 10 دقائق بيطلع المريض بروح على البيت فورا. تمام دكتور، شكرا كثير لك لوجودك معنا ولكل المعلومات، الوقت ما بيسعنا كنا بنحكي أكثر من هيك بس شكرا كثير لك. شكرا لكم كثير لقناتكم الكريمة. شكرا شكرا دكتور.
لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا، بتمنى أنه عطول نكون عم نقدم لكم الفائدة بمواضيع بتهمكم بكل ما بتعلق بالأمور والمشاكل الصحية والأسئلة اللي بتدور ببالكم مع كتير من النصائح والخبريات الطبية الحديثة والمفيدة. لا تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وتكتبونا بعد كل حلقة على صفحة البرنامج شو هي المواضيع يلي بتحبوا نحكي عنها بالحلقات اللي جاي. رح ننتظر اقتراحاتكم عبر بريد الصفحة أو الكومنتس، وكمان رح تكون كاميرا سماء مرافقتكم باستطلاع أسبوعي عن أسئلة بتخطر ببالكم حول مرض معين. تبوا بالخير.